الأمر الآخر، أنت طالما إلى الآن تشكيل الحكومات والتحالفات لم تتغير عن التحالفات السابقة، يعني بالسابق الديمقراطي الاتحاد الوطني، في الكتلة الشيعية فتح والتيار الصدري، في الكتلة السنية الآن أصبحت واضحة عزم وكذلك تقدم، أي السيد الحلبوسي والسيد الخنجر. بالتالي هؤلاء الستة بالتأكيد سيتفقون، أما يتفقون تشكيل حكومة بطبخة واحدة، باكج يعني سلة واحدة، رئاسة البرلمان، رئاسة الجمهورية، رئاسة الحكومة، ومثل ما حصل ووصل في الحكومات السابقة لم تختلف شيء، إلا أن يكون انشقاق أو انشطار، الستة يكونون فريقين ثلاثة بثلاثة. وهذا صعب، لأن كل الذين شاركوا وساهموا بالعملية السياسية منذ 2005 إلى الآن لم نرى معارضة حقيقية، يتخوفون من معارضة. أولا انعدام الثقة، ثانيا المعارض شي حصل، يعني كثير عرضوا الحكومات السابقة، أما بالسجون وأما هاربين خارج العراق. بالتالي أنتجت العملية السياسية، أي الأزمة البنيوية التي بدأت وحصلت استنسخت من لبنان إلى العراق، لم نرى تغييرا. الأمر الثاني أخ حسام، نعم، أكو نقطة مهمة كلش، أنت كلما ينخفض منسوب المصوتين كلما تتكرر عملية أو إعادة نفس الوجوه ونفس الأحزاب ونفس النفسيات وأكثر قوة وتمردا على الناس. وبالتالي أنا ما أحمل القوى السياسية، لأن أنت اليوم مو مشكلتك اللي يكرر الدور، مشكلتك من يتفاعل مع الدور ومن يدخل ليرى الدور. يتحمل الشعب المسؤولية الشرعية القانونية الدستورية. ولهذا السبب أنت الآن لو ترى الجيوش، الأبواق، بعض الأحزاب يعولون ويبثون إشاعات بأن الانتخابات محسومة مسبقا، كل الأحزاب السابقة ستفوز. بالتالي المواطن يقول لك أنا ليش أروح أنتخب وأتعب نفسي، هي انتخابات مزورة ونفس الأحزاب. هذا غير صحيح. الانتخابات المقبلة أنا سميتها انتخابات مناطقية عشائرية، والتزوير سوف ينخفض إن لم يتم القضاء عليه. أولا مفوضية جديدة غير متحزبة، قضاة، ثانيا قانون الدوائر المتعددة، ثالثا كانت هناك خلافات طائفية وقومية، بحيث المرشح السني لو أقوى واحد ما يستطيع يحصل صوت واحد في مدينة شيعية، والعكس صحيح، وكذلك المرشح الشيعي لا صحيح. هنا سيد نجم، هنا يعني حريم بي أن أقول بأن إعادة إنتاج نفس المعادلة السياسية سيتسبب أو ستتسبب بها الثقافة المجتمعية اللي هي ماكو فايدة أروح وأقاطع أفضل وماكو مرشح، بالتالي المسؤولية تضامنية على الطرفين. لو كان أكو إقبال واسع من الجمهور ممكن تتغير المعادلة ببساطة وبسهولة. راح أرجع لك مرة ثانية، أقول ببساطة وبسهولة لأني مؤمن ببساطة وبسهولة. تفضل أوكي، علق تفضل. وأنا أقول لك وأقول الكتل السياسية اللي تحدث بمئة مقعد وتسعين مقعد، هذا مو حلم ولا فيلم، صعب جدا أكبر كتلة سياسية ما تتجاوز 40 مقعد، زين، إذا مو 35 مقعد، زين، لأن المسألة اختلفت. صحيح، اتفق. نعم. ولا كان